بسم الله الرحمن الرحيم. جيت من مدينة سالا الشامخة والعتيدة والعنيدة إلى العاصمة المغربية الرباط باش نخلي هذه الكلمة للشارع الكروي المغربي والاجتماعي المغربي ولرئيس الجامعة، وبالمختصر المفيدة سعادة رئيس الجامعة الأستاذ فوزي. أنا ماشي ضدك وماشي ضد أي مغربي، ولكن جيت باش نهضر على القضية ديال اللاعب ديالنا المتميز السي حكيم زياش. هناك انا صراحه لا ازيد عليك سعاده رئيس الجامعه، ولكن اطالبكم فقط بتطبيق توصيه ديال هيئه دستوريه وهيئه مؤسساتيه رفيعه المستوى اللي هي مؤسسه الوسط انستيتو دو ميدياتور، الذي نص على مساله ثقافه الاعتذار، يعني اشاعه هذه الثقافه هذه ديال الاعتذار بين الاداره والمواطن. فانا في المساله ديال زياش باش نكون معك صريح، سعادة رئيس الجامعه وانا ماشي ضدك ولا اريد باش نطعنك، وانت الحمد لله يعني مازال امامك مهمه ديال كاس العالم ومهمه وطنيه، وماشي من ثقافتي ديال انه نضرب الاخ ديالي نطعن الاخ ديالي المغربي ملي تيكون تيدير انجازات وطنيه ودوليه. فانا تنطالبك صراحه باش دير يعني واحد الوثيقه اعتذاريه للاعب زياش، يعني نقولوا فيها بالمختصر المفيد نظرا النسبية الأحداث اللي طرات اللي جابت القرار ديال المدرب السي خليلوزيتش، يعني في اطار هذيك النسبية ويعني والخيار المهني ديالو. تنطلبوا منك سي استاذ حكيم زياش، اللاعب حكيم زياش، تنطلبوا منك الاعتذار نظرا كونك يعني لم تدخر اي نقطة عراق ولم تدخر اي جهد في تمثيل المنتخب المغربي، وانه ما رفضتيش المنتخب المغربي، وانه ما حفيتيش المنتخب المغربي في الاختيار ديالو، ولكن نظرا للاختيار المهني ديال هذا المدرب كذا وكذا الى اخره. باش نكونوا زعما صريحين، فسي زياش يعني قدم لنا عده امور. حنا ودي صراحه عدد من الناس ومنهم انا عبد ربي ما تسلطاتش لنا القرار ديال ان زياش ما يشاركش، ما تسلطاتش لنا، ولكن حطيناه في النسبيه. ولكن نكونوا موضوعيين باش ما نظلموش المدرب، ولكن كذلك ما نظلموش حكيم زياش. فالمدرب ربما عنده ذاك القرار ديال انه غيرفض زياش، ربما للشخصيه غيقول الشخصيه ديال زياش عنده الشخصيه ديالو كتاخذ المساحه في وسط المنتخب، وربما الشخصيه ديال زياش ما غتخليش خليلوزيتش يخدم على خاطره. ربما نجيكم من الاخر، ربما خليلوزيتش غيعتبر باللي سي زياش ان ليمون بيرتوربو، ولكن حباس باش المدرب ما يظلمش سي زياش، ولكن حباس الا حبستي ليا زياش وحبستي ليا اللاعبين اللي هما عندهم شخصيه رافعه والى اخره، علاش انت تتلعب على اللاعب الجماعي باش يكون عندك اللاعب الجماعي؟ هنا تيبقى التساؤل العلمي، هل طرد زياش من المجموعه واخراجه من المجموعه ساهم في زياده اللاعب الجماعي في الفاعليه وفي الافيكاسيتي وفي الافيسيونس، في الفاعليه وفي النجاعه ولا لا؟ هذا هو التساؤل اللي خاصنا باش نكونوا صريحين. وشكرا جزيلا، وتنقدم يعني جميع الشكر ديال قناه اشواق تي في كامينبر اللي دائما تيكون يعني معنا مع الافكار يعني الجديده الشبابيه ومع الافكار ديال المجتمع المغربي، وتيعطينا الطاقه الحمد لله ديك الطاقه ديالنا باش نخرجوها في الامور الايجابيه، وتيخلي الشاب المغربي يكون عنده طاقه ايجابيه وما يمشيش للامور السلبيه. وشكرا جزيلا، وتنشكر جميع الناس اللي تضامنوا معايا في القضيه ديالي مع واحد الموظف قديم في الوكاله، وشكرا جزيلا. صراحة الخسارة ديال المنتخب المغربي صراحة في هذيك العشية توترت، تعصبت بزاف، انفعلت بزاف وهذه، ولكن حطيتها في النسبية، في الأخر حطيت الأمور في النسبية. فحنايا الحمد لله ما تقصيناش كما كان الحال، قصانا منتخب اللي هو فينومينولوجي في القارة الإفريقية. ولكن هنا عندي طلب للرئيس الجامعة المغربية الموقر الأستاذ فوزي القجع، وحتى الطلب للرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم باش يعملوا سويا مع جامعة محمد الخامس ومع الجامعات التونسية. علاش باش يعملوا على يدرسوا لنا الفينومينولوجيا نتاع كرة القدم المصرية، لأن كرة القدم المصرية فينومين خصوصا مع التاريخ ديال حسن شحاته والى اخره. خذنا درسنا الفينومينولوجيا، لماذا درسوا الفينومينولوجيا ديال الكره المصريه؟ ماشي لانه احنا المغاربه ولا التونسيين ضعفاء، لا،
كاين تأنيفة الفينومينولوجيا المغربية والتونسية بصفة خاصة والفينومينولوجيا المغاربية في كرة القدم. وشكرا جزيلا. المنتخب الوطني المنتخب انا عبد ربيه متفائل مع مستقبل كره القدم المغربيه, جد 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 متفائل. وصراحه اعتبر بانه في العهد الجديد من 1999 حتى دابا الاستاذ فوزي القجع احسن رئيس جامعه داز في هذا التاريخ من 99 حتى دابا. كاينين منجزات, كاينين امور جيده, ولكن باقي واحد الخلل, باقي واحد المشاكل, نقدروا نقولوا مشاكل سلوكيه او مشاكل في يعني مشاكل في الدماغ ديال الافكار ديال الانسان. كاين مثلا الانسان اللي تيكون كبر بواحد الطريقه عند باله داك القرار اللي دار راه هو المطلق, راه هو الصحيح, alors que sa décision dans le monde du football ne se passe pas dans le monde يعني de conduite. مشاحنات جد جد عادية. شوف بالنسبة لي للشعب المصري شعب شقيق. وسلفي المنعم سيدي علي بن قاسم دافي الكتبية كان في الأسكندرية في مصر, والسادات ديالهم عندهم السادات أولياء ديالهم الله الصالحين أصلهم من المغرب. لذلك شوف المشاحنات في كرة القدم عادية, راه تتلعب مع أخوك في الدرب ولا تتلعب مع ولد عمك في الدرب ولا مع ولد خالتك في الدرب, تتكون غتضرب ولا يقدي يسبك ولا هادي. الله يطول لي عمركم, نخليو الأمور حبية. الشعب المصري شعب شقيق, ودرنا معاهم السينما وتعلمنا معاهم. الشعب المصري الشقيق كبرنا في السينما ديالو, في روطانا, في القنوات, كبرونا في الأفلام ديالهم, في الثقافة ديالهم. حنا ودي انا شخصيا اعترف بجميل الشعب المصري عليا وجميل السينما المصرية عليا. المنتخب الجزائري, ما غنقولش الغرور, ولكن كان هناك اجواء من الشحن السياسي, كانت هناك للاسف اجواء من الشحن السياسي خلاته يفقد التركيز نتاعو. هنا غنرجع لتاريخ المنتخب الجزائري الشقيق, وسمحوا لي كمؤرخ باش نكوني متفق معكم. اسمعوا لي المنتخب الجزائري الشقيق انجازاته العالميه لم تكن السلطه الجزائريه هي اللي كتكون سبب باش كيكون المنتخب الجزائري عنده انجازات. لا اسمحوا لي نرجعوا للتاريخ ديال 82 من بعد الوفاه ديال الهواري, وكانوا امور في الجزائر وكانت الامور مشحونه, ومشى المنتخب الجزائري الشقيق ومشى بواحد الحيويه الشباب ديالو, دار انجاز كاس العالم ديال 82. المنتخب الجزائري راه عنده التاريخ ديال الانجازات ديالو. الانجازات ديالو كتجي من نبض الشعب الجزائري, وكتجي من نبض الشباب الجزائري, وكتجي كواحد ثوره صامته على النظام. يعني تيكون النظام الجزائري عنده تجي هو تيقوم تكون عنده ثوره صامته على النظام بانجازات وتخرجها في التيران. فاللي وقع للمنتخب الجزائري هذه المره صراحه ما غنقولش الغرور, لا غنقول اجواء من الشحن السياسي عندك التقشاب اللي بقى بين يعني في القنوات الاعلاميه اللي بقى هنايا في الجزائر وفي المسائل في المغرب العربي بصفه عامه. هذاك التقشاب وهذاك الشيء خلى اجواء ديال الشحن على اللاعبين, وهارد لاك يعني المنتخب الجزائري. وان شاء الله المنتخب الجزائري الشقيق يرجع بقوه وهادي. وحنا المغاربه ما عندناش مشكل مع المنتخب الجزائري الشقيق, وما عندناش مشكل مع الفنانين الجزائريين, وما عندناش مشهد خوتنا, وان شاء الله يكونوا قويين ونلعبوا معاهم ومره نربحوهم ويربحونا في اطار الروح الرياضيه. ما عندناش المشكل مع الاخوه الجزائريين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد, وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في, جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.